اليوم تنعقدوا هذه الندوه اللي تسلط الضوء على الخروقات ديال الوداديات السكنيه. نموذج وداديتين يتواجدون بالهرهوره، وداديه الالفه السكنيه ووداديه السطات. دونك هاد هنا تنعرفوا في هاد المربع ديال الهرهوره كاين واحد المجموعه ديال الخروقات اللي تعانوا منها المغاربه، خصوصا واحد الجزء منهم اللي يقيمون بالخارج، خروقات اللي هي تتجلى في التنظيم الداخلي ديال الوداديات السكنيه، في عدم عقود انعقاد جمعات عامه، في خروقات ديال التعمير، في فساد مالي، في واحد المجموعه ديال الخروقات اللي يمكن نفصلوا غنفصلوا فيها في الندوه الصحفيه. بالنسبه للشكايات، توجهنا بعده شكايات الضحايا، توجهوا واحد المجموعه ديال الشكايات الى المسؤولين سواء الاداريين او سواء القضائيين، خصوصا المحكمه الابتدائيه بتمارة وكذلك المحكمه الابتدائيه بالرباط، نظرا الى ان هناك واحد المجموعه ديال التباطؤ في معالجه ديال هذه الشكايات. كاين بعض الشكايات تم حفظوها لحد الان، يعني لم نجهل يعني اسباب ديال الحفظ ديالها، وبالتالي اننا تنطالبوا يعني الجهات المسؤوله يعني بالبحث وكذلك بالتقصي في هذه الشكايات المعروضه على الجهات المختصه، بالاضافه كذلك تنطالبوا الجهات المختصه وخصوصا المجلس الاعلى للسلطه القضائيه بتتبع القضايا المعروضه على المحاكم الابتدائيه او سواء في الدرجه الثانيه على محكمة الاستئناف. اذا اليوم حنايا هذه ندوه هي تحسيسيه كذلك باجل اثاره الراي العام الوطني والوطني بالقضايا اللي تهم الوداديات السكنيه على الصعيد المغربي، اللي اصبح يعني واحد الشبح، واحد الخطر يهدد التنميه بصفه عامه، وكذلك يعني اصبح يهدد كذلك الاستثمار خصوصا ديال المغاربه المقيمين بالخارج اللي ما بقاش عندهم حل ان هنايا ديال الامن القضائي والامن العقاري بالمغرب. بالنسبه لعدد الضحايا يعني المتضررين على الصعيد تمارا، حسينا نسبيا يعني ديال واحد فوق من ديال 24 ولايه اللي هي من المكونات ديال التنسيق الوطني، فوق من 4900 ديال المنخرطين. العدد المغاربه المقيمين بالخارج فوق من 1900، يعني واحد 25% يعني ديال المغاربه المقيمين بالخارج هذو ضحايا ديال هاد الوداديات السكنيه الفاسده. الحجم الاموال نقدر نقول لك انا بالمليارات، فوق من 1200 مليار ديال الدرهم، واللي هي حجم كبير جدا بالمقارنه مع الميزانيات ديال بعض الدول الضعيفه سواء الافريقيه او سواء بعض الدول الصغيره. اذا حنايا اليوم اننا تنتوجهوا بان هذا الخطر هو يحدد يعني الميزانيه ديال الدوله، وكاين هناك تهرب ضريبي، كاين هناك تملص كذلك بتواطؤ مع واحد المسؤولين الفاسدين سواء في الاداره او سواء في الجهاز القضاء من خلال يعني الاحكام المعيبه التي رصدناها في بعض الحالات، وخصوصا جمعيه التنميه الاجتماعيه الذي تابع فيها برنامج فاسد عن دائره التسخيرات والذي حكم بسنه ونصف نافذه، بالاضافه الى التعويض المالي كذلك الاخ ديالو وابن ديالو. اولا انا فرد من افراد الجاليه المغربيه اللي متضرر من طرف وداديه الالفه السكنيه اللي تقنا فيها وقلنا فيها مصداقيه باساس ان عندها مكتب وعندها موثقه، استحسنا لها ودفعنا الاموال ديالنا انا والابناء ديالي جميعا، ووعدونا باش يعطونا المفاتيح للسكن 2018، واليوم حنا في 2024 اللي تنطلبوا استفسار وداك الشيء ما تلقاوش اذن صاغيه. انا من ساكنه اقامه الصفا بالروره سيد العابد اللي تابع الوداديه ستات. انا جيت شريت واحد السكن للزوجه ديالي في 2020 بالاسم ديالها تما في هذيك الاقامه، واستقبلنا الرئيس في المكتب ديالو ديال هذه الوداديه، استقبلنا واحد الاستقبال اللي كان هو حار، واحد الاستقبال اللي كان مزيان. والمهم وكانت السيده اللي دارت ديزيستمون على هذيك لابارتومون كانت حاضره، وكانوا شهود معنا في المكتب ديالو، وقلنا ليه اشنو اللي علينا ولا شنو على هذه السيده هذه. قال لك اودي انتم هذه السيده تخلصوا لها المبالغ ديالها كامله اللي دفعت الوداديه. وقلنا له شنو اللي علينا حنا؟ قال لك عليكم انتم تخلصوا لي كلاطمون وتسجلوا التحفظ. قلنا ليه هذا الشيء اللي كاين؟ قال لك هذا الشيء اللي كاين. عطانا عقد تفويت، عطانا شهاده رفع اليد، عطانا واحد الشهاده ديال الابراء. قالنا خلصوا لي كلاطمون، مشينا خلصنا لي كلاطمون. اذا بينا تنتفاجئوا حنا تنجيو تما الشقه ديالنا كنا مازال تنديروا فيها بعض الاصلاحات، تبان بانه تيبني في الطبق الثالث. حنا ما عارفينش ما تنعرفوش الناس ديال الساكنه، بدينا تنسولوا شنو هذا الشيء اللي واقع. قال لك اودي السيد هذا راه جا تيبني الفوق،
او قلنا لي حنايا راه شرينا يعني اير بليس دو يعني ما كاينش الطبق الثالث يعني وكاين وثائق اللي تثبت داكشي من بعد من بحثنا هادشي تنعاود لك من دخلنا مع في صراعات وبعثنا ان كاينه الوثيقه اللي هي رخصه هي 4196 اللي تتبين بان كاينه اير بليس دو بان هذه الوداديه عندها شطرين يعني عندها فيلات كاين واحد العدد ديالهم كاين دوك العمارات كاين العدد ديالهم فيها 140 شقه وسبعة ديال المكازات اذا به هو ناتي بني جات السلطان عبد دار شي مخالفات هدموا ليه قال لك اودي راه خصكم تخلصوا دوك الناس اللي واخدين كاينه تقريبا واخد مشي 29 ابارطومون ولا ما عرفتش واخد مع الناس الفلوس وكانوا يلاه بدا شي 6 ديال لي ابارطومون قال لك غتخلصوا دوك 29 واحد حتى مشى للمحافظه ودخلوا من المحافظه حتى هما دايرين شي حزم المهم هذا السيد هذا وغبر مسد المكتب ما بغينا نمشيو هي لعندو باش نهضروا معاه ما لقيناش درنا دعوه ديال اتمام البيع خرجوا لنا الاحكام باتمام البيع بغينا نبلغوه ما لقيناش كاع فين نبلغوه دابا عندنا احكام ما لقينا لا فين نبلغوه لا فين نتواصلوا معاه ديال واحد الجروب ديال الوداديه بالواتساب كان مدخل فيه السميات ديال بعض الاشخاص اللي هما منخرطين في هذيك الوداديه مين تتبدا تحاور معاه تتحاور معاه الا مشي الا دخلتي معاه في المعقول تيحيدك من الجروب تتبقى انت ما عندك ما مدوي دابا سيدي تنطالبوا بان هي السلطات تدخل تصلنا بعد التنسيقيه هذه باش نوجهونا درنا شكايات للقضاء درنا الصحافه جات درنا وقفات احتجاجيه وداك الشيء بهذوك الوقفات الاحتجاجيه اللي درناهم قدام المكتب ناتي شطب علينا تيصيفط لنا داك في الواتساب صيفط لنا شي وراق قال لك حنا تنشطب عليكم علاش ديروا وقفه احتجاجيه حنا 42 واحد كنا في ديك الوقفه قال لك لا الناس غتشطب عليهم ودابا تنطالبوا السلطات